السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا تصميمات رائعة بيعملها الذكاء الصناعي وبيعملها في ثواني، يعني مجرد بس تكتب له أي حاجة أنت عايزها هو يعملها لك، وقريب هيبقى بالصوت. يعني تقول له مثلا والله أنا عايز حاجة، مثلا عايز أعمل استاد بنظام حسن فتحي على زوح حديد، يطلع لك التصميم، تمام، يطلع لك شكل. فاحنا لازم ننتبه إن ما يبقاش تركيزنا على الشكل، لازم يكون تركيزك على ان انا اعمل راحة للانسان، تبقى حاجة صديقة للبيئة، حاجة مريحة للانسان، مش مجرد شكل. لا، لازم يكون في فايدة، لازم الشكل يتبع الفائدة، لازم يكون في تصميم، يكون في حاجة مريحة بصريا وتوفر في الكهرباء والحاجات دي كلها. فلو انت تركيزك كله ان انت تعمل حاجة شكلها حلو وجميل وكده، الذكاء الصناعي يقول لك بره انا هحتل المكان. لكن لما انت بقى فاهم استدامه وفاهم سستينابيلتي وفاهم تقدر ان انت تدخل التحدي مع الذكاء الصناعي وتكسب لحد ما هو يطور نفسه بعد كام سنه، فانت تكون انت دخلت استخدمته في التصميمات بتاعتك ان هو يقيس لك الحاجه. لازم الجيل الجديد يطلع يكون بيبتكر ويعرف ان هو يصمم ويبرمج وعنده قدرات مهولة. يعني ما تكتفيش باللي انت اتعلمته في الجامعة، زود عليه وتعلم ادارة مشاريع، اتعلم استدامة، اتعلم حاجات كتير جدا. لازم عشان تتفوق كل شوية تتعلم، الكمبيوتر ما بينامش عمال يتعلم، فانت لازم انت تسبقه وتتعلم حاجات هو لسه ما يعرفهاش. فما يبقاش همك شكله، ما يبقاش همك ان انت تطلع مبنى شكله حلو. ما يعني في ناس كتير بيجيبها فرانك جيري بيعمل اشكال معقده شويه بتاع، عايزين بقى تعمل اشكال جميله وفي نفس الوقت تعمل حاجات صديقه للبيئه، تعمل مبنى جميل الناس تقدر تعيش فيه من غير تكييف والحاجات دي كلها. يعني مثلا في قطر انا زرت مثلا مدينه مشيرب تقعد فيها براحه تامه ومفيش حاجه اسمها مكيف. رحت انا اماكن كتير بيبقى مكيفه لكن ما بتحسش بالراحه، انما ده كان في مثلا حاجات فوق بتعمل ظل للشارع، المنطقه كلها في عربيات لكن هي مخصصه تقدر تمشي فيها بامان بدون اي مشاكل خالص، فبتحس براحه. فاحنا نفسنا المدن يبقى فيه افكار جميله وراحه بصريه والحاجات دي كلها. محتاجين نطور في التصميم بتاعتنا، نطور في الافكار، نطور في كذا. سيبك من الشكل، سيبك من ان انا عايز اعمل موديل بيم شكله حلو وبتاع، سيبك من انت عايز تعمل حاجة كروية، تعمل حاجة تقول انا عايز اقلد زوح حديد بدون ما يبقى عندك الافكار بتاعتها. القصد من الفيديو ان احنا محتاجين نطور نفسنا، يعني احنا داخلين في تحدي مش مع الخارجين بتوع الدفعة بتاعتك، لا ده خلاص تحدي عالمي، بتخش مع الهنود، بتخش مع الامريكان، بتخش مع الناس كلها، وبتخش مع الذكاء الاصطناعي، ناس تخش معاك الفضائيين. فلازم كل شوية نطور نفسنا، مفيش حاجة اسمها خلاص انا اتخرجت وخلاص. طور نفسك.